إذا على بركة الله، اليوم سنقوم بشرح درس توازن جسم صلب خاضع لقوته. أول حاجة، الهدف من هذا الدرس هو أننا نعرف شنو هي شروط التوازن، وإذا كوضعية انطلاقة، فكما وضعية انطلاقة في نظركم، ما هي الشروط التي يجب أن يحقق هذا الرياضي كي يبقى في توازن على هذا الحبل؟ إذا اللي بطلب منكم هو أنكم توقفوا دابا الفيديو، تكتبوا واحد جوج فرضيات ولا ثلاثة، هاد الفرضيات غنشوفوا داكشي اللي كتبتوه في الآخر واش هو صحيح ولا ما صحيحش. إذا أولا كبيرة، شروط توازن الجسم صلب خاضع لقوته، هذه أولا صغيرة. تجربة، إذا نعلق حلقة بين دينامومترين دي واحد و دي اثنان، حيث أن هذه الحلقة لها كتلة عديمة. إذا كما نلاحظ في التجربة أن الدينامومتر دي واحد يشير إلى 4 نيوتن، وكذلك الدينامومتر دي اثنان يشير إلى 4 نيوتن، وهذا الرسم توضيحي للتجربة. إذا اللي مطلوب منا هو أننا نجاوب على هذه الأسئلة، وانتم باش نطلب منكم أنكم تحبسوا الفيديو وتجاوبوا على هذه الأسئلة في ورقة ديال الوسخ، ومن بعد غادي نقوموا بتصحيح المجموعين. إذا التصحيح، أول حاجة جرد القوى. إذا كما شفنا ديجا في الدرس ديال التأثيرات الميكانيكية وعودناه في درس القوى، أن مراحل جرد القوى هي 3 مراحل. أول مرحلة هي تحديد المجموعة المدروسة، ثاني مرحلة وهي تحديد قوى التماس، ثالث مرحلة وهي تحديد القوى عن بعد. إذا غنبداو بأول مرحلة، هي المجموعة المدروسة. المجموعة المدروسة هي الحلقة، قوى التماس قوة اف واحد يعني سمينا اف واحد، القوة المطبقة من طرف الدينامومتر دي واحد على الحلقة، ثم القوة اف جوج المطبقة من طرف الدينامومتر دي جوج على الحلقة. أما القوى عن بعد فهي مهملة. لماذا؟ لأن كتلة الحلقة مهملة. لهذا دائما فاش نسمعوا شي حاجة بأن كتلتها مهملة، يعني تأثير جاذبية الأرض على ذاك الجسم تعد مهملة، يعني ما غاديش ندخلوها في جذب القوى. إذا مميزات هذه القوى، كما عرفنا أن الجسم هو خاضع لقوته اف واحد و اف اثنان. نقطة التأثير كما شفنا في الشكل ديال القوة اف واحد هي نقطة أ، الاتجاه يعني خط التأثير، وهو المستقيم المطابق لخيط دينامومتر دي واحد والمار من أب، أي المستقيم أب بي لشمل الشكل، المنحة من اليسار نحو اليمين، ثم الشدة كما شرنا سابقا 4 نيوتن. بالنسبة للقوة اف جوج، فنقطة التأثير نقطة بي، خط التأثير والمستقيم المطابق لخيط الدينامومتر دي جوج والمار من نقطة باي، أيضا المستقيم مع باي. أما المنحة فمن اليمين إلى اليسار، وأيضا شدتها 4 نيوتن. إذا إلا درنا واحد المقارنة بسيطة بين القوتين، إذا لاحظنا أن الاتجاه أي خط التأثير بجوج عندهم المستقيم باي، الشدة كذلك عندهم 4 نيوتن. أما المنحة فاللي لاحظنا القوة اف واحد من اليمين نحو اليسار، والقوة اف جوج من اليسار نحو اليمين. إذا هذه هي المقارنة، أن للقوتين نفس الاتجاه نفس الشدة ومنحيان متعاكسان. إذا كتذكير، هذا هو شروط تقابل المتجهتين. كما كنعرفوا أن سواء الأعداد المتقابلة أو المتجهات المتقابلة فمجموعها يساوي صفر. إذا من أجل تمثيل هذه القوة، يعني عندنا السلم اللي كان معطينا هي 1 نيوتن، 1 نيوتن لكل 1 سنتيمتر. إذا كنعرفوا بأن القوتين متساويتين، إذا اف واحد كتساوي اف جوج كتساوي 4. غادي نديروا الطريقة الثلاثية، أن 4 في 1 مقسومة على 1 كتساوي 4 سنتيم. إذا ستبدأ من أجل الرسم، وديجا شفناها في درس القوى، من أجل تمثيل القوى خصني 3 مراحل نتبعهم. أول مرحلة هي ندير جرد القوى، ثاني مرحلة هي نحدد مميزات هذه القوى، ثم آخر مرحلة هي نختار سلم مناسب. إذا نتحدد المراحل درنا، أول حاجة أن المتجهة أو متجهة القوة F1 أصلها هي النقطة A،
اذا غادي نضم اصلا النقطه ا ونمشي مع الخيط ديال الدينامو تاع دي واحد وانا عبر بالمسطره 4 سنتيم. وبالنسبه للمتجهه متجهه القوه اف جوج فاصلها هي النقطه بي، وكذلك غادي نرسمو نعبر 4 سنتيم ومطابقه لاش الخيط الديناموميتر دي جوج. اذا كاستنتاج نستنتج بان الحلقه في توازن، وحنا شفنا من بين مفاعل القوى كاين مفعول تحريكي ومفعول سكوني، في المفعول السكوني كاين تشويه وكاين توازن، اذا الحلقه في التوازن. ولهذا يمكن نقول لكي يكون جسم ما في توازن تحت تأثير قوتين يجب أن يكون لهذين القوتين نفس الاتجاه، نفس خط التأثير، نفس الشدة، ومنحيان متعاكسان. إذا كخلاصة، شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين هما: الشرط الأول يجب أن يكون القوتين نفس خط التأثير. الشرط الثاني هو أن ديجا شرنا ليها في تقابل المتجهتين، إذا اف واحد المتجهة اف واحد زائد المتجهات القوة اف جوج كتساوي متجهة منعدمة، لأن هذه الكتابة دخلت فيها جوج حوايج، أن لهما نفس المنظم ومنحيان، أي نفس الشدة ومنحيان متعاكسان. إذا هذا كتمرين تطبيقي من أجل يعني ضبط شرطة توازن جسم خاضع لقوتين. كما كنعرفوا عندنا 4 أشكال، نبدأ بالشكل واحد ليس في توازن لأن القوتين اف واحد واف جوج نفس المنحى. بالنسبة للشكل اثنان ايضا ليس في توازن رغم ان القوتين لهما نفس الشدة، اي الى عبرنا بمسطرة القوقعة تخد، لكن ليس لهما نفس خط التأثير. بالنسبة للشكل الثالث فالمتجهتين لهما منحيان متعاكسان ونفس خط التأثير لكن ليس لهما نفس الشدة، ده ليس في توازن. أما بالنسبة للشكل 4 فهو في توازن لأن للمتجهتين F1 وF2 نفس خط التأثير، نفس الشدة، ومنحيان متعاكسان. إذا سلينا الدرس ديال اليوم. اللي عنده شي سؤال يتواصل معي، غادي نخلي وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو الواتساب أو عبر الجيميل، ومرحبا بتساؤلاتكم.